يا نجوى يوه 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 في ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ هنكون عايزين منك ايه؟ وبعدين كتكنيله هي دي اللي هتحميكي مننا؟ بقول لك ايه، خلاص انا مش فاضيالك. ولا احنا فاضيين لك. يلا واد الصاصه تعالى. يلا خالتي. صلي على النبي يا نجوى. عليه افضل الصلاه والسلام. انا والواد صاصه كنا رايحين كده مشوار على القسم، قلنا نيجي نتكلم معاك، يمكن تيجي معانا كده بمزاجك بدل ما تنزلي بزفه بلدي على البوكس. وانزل بزفه بلدي على البوكس ليه؟ وانا ما قلتلكيش، مش علاء طليقك بعتلي تواصل معايا على الماسنجر وقال لي يا ابلة صدفه انا هجيب العقد اللي كان بيني وبين نجوى وحصلك على القسم. حصل. عشان انت كدابه يا نجوى، بتقولي لي ان انت متجوزاه رسمي وانت متجوزاه عرفي يا ماما. يا ما سمعني كده تاني. ماما هي دي الكلمه اللي كان المفروض ينادي عليكي بيها من زمان. بقولك يا نجوى، الجوازه اللي بينك وبين صاصه دي اصلا بطله. عارفه يعني ايه بطله؟ قولي لي ليه. ليه؟ عشان انت عملتي جريمه، انت جمعتي بين زوجين. لا بس علاء ده كان طليقي والعصمه في ايديا. واتجوزتي صاصه وانت لسه في شهور العده، يعني على ذمه راجل تاني، ودي بقى في نظر القانون يخطئ، دي جريمه كبيره قوي. ده ممكن تاخدي فيها اعدام. كانت الماده رقم كام يا صاصه؟ 43 عقوبات يا خالتي. هي دي. اتثقفي اقري. طب يلا يا صاصه يلا، انا قلت لك من الاول مفيش فايده. اهون عليك يا صاصه. ما انا هونت عليكي وانت طلعتي كدابه ونصابه يا ولية مزواجة. بس يا صاصه سيب لي انا الطلعه دي، مالك ومال صاصه؟ الكلام معايا انا مش معاه هو، عايزه منه ايه بعد اللي عملتيه فينا؟ مش مكفيكي الايام السودا اللي انت عايشتها لنا في البيت؟ انا بقول يا اختي زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. وانت كنتي دخلتي بالمعروف؟ انت عملتي ايه؟ ضحكتي على الواد وعشمتيه بالحلق. واول ما خرم ودانه قلتي لامك في العشه ولا طارت. عموما احنا مش هنقلب في اللي فات او مش هنتكلم في الماضي، خلينا في اللي جاي. احنا ناس محترمين وما بنحبش الاذيه، هنستفاد ايه يعني لما تباتي على البرج ولا تقعدوا لك قيمه 5 6 7 سنين كده في سجن القناطر؟ بصي يا نجوى، انت دلوقتي تيجي تتنازلي معانا عن المؤخر، او تكلمي المأذون اللي جوزكوا يجيب العقد قبل ما يتسجل ويقطعه كده، يقطعه حتت قدام نن عينينا وكأن الجوازه دي ما حصلتش. مش جايزه اكون حامل؟ انا قلت لك الوليه دي ما فيهاش فايده. يلا يلا قوم دلك الكلب عمره ما يتعدل. انا بقول جايز، وبعدين المأذون مش هيسجل العقود غير بعد ما شهور العده ما تخلص. شفتي نيتك السودا؟ انتي مش هتوردي على جنه او المصحف، لا جنه ولا نار. نجوى انا بديكي اخر اختيار في حياتك. لمي الليله وتعالي نقطع العقود وكفى المؤمنين شر القتال. طب وعلاء؟ ماله علاء؟ مالكيش دعوه بعلاء. علاء ده في جيبي الصغير. برنه واحده هخلص الموضوع. وانا هبقى راضيه بمعرفتي. ثانيه واحده ما اشوف مين بيكلمني. حنان. ايوه حنان. لا احنا طالعين على السلم اهو، جايين على طول. طب يلا بقى عشان ابوكي اتصل ومتعصب على الاخر. بابا اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.